أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الموالاة والتولي؟ ما هناك فرق واضح، لكن يظهر لي والله أعلم أن الموالاة مجرد المحبة، وأما التولي فهو المحبة التي معها مناصرة أو معها بغض للدين، محبة معها شيء آخر، هذه تعتبر تولي. أما المحبة التي ليس معها شيء آخر فهذه موالاة وليست توليا. نعم.